الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أكبر هدية ممكن نأخذها في حفل تخرجنا هو عبارة عن سيدي من إعداد وتقديم الأستاذ المبدع الأستاذ محمد الفهيد الإعلامي في المدرسة، وكذلك ما شاء الله على مستوى الخليج ما شاء الله في تميزه. حقيقة أعمل لكم هدية مشكورا بدعم من إدارة المدرسة وبتكليف من إدارة المدرسة، عبارة عن سيديين. السيدي الأول عبارة عن الفيديو كامل للحفل، كل الحفل حتى خلف الكواليس موجود عندكم في هذا الفيديو، وكذلك مجموعة كبيرة من الصور، كل الصور اللي حتى من بداية البروفات إلى آخر صورة تم التقاطها موجودة، ستجدها موجودة هنا، كذلك إلى صور جميع الطلاب الموجودين. فحقيقة يعني شكر خاص وتقدير من إدارة المدرسة ومننا جميعا للأستاذ محمد، ونسمع له تحية قوية. وهذا عمل يعني تشكر عليه، جزاك الله خير، وعمل يستحقون حقيقة طلابنا الذين بدأ يعني أبدعوا خلال هذا العام، وجميع مسيرتهم ما شاء الله في المدرسة كان إبداع جميل. توجه الأستاذ محمد وقطف هذه الثمرة لأن يخرج لكم كل إنتاجاتكم، كل ختامكم الجميل اللي كان في الحفل الختامي اللي ما شاء الله أشاد به الجميع. حقيقة نسمع أصداء جميلة جدا جدا من الحفل الختامي الخاص بكم، بل البعض قال إن من أميز الحفلات الختامية للتخرج الطلاب على مستوى الإحصاء. ما شاء الله في جميع المنتديات تجده، في جميع الجروبات تجده، في جميع المواقع الإلكترونية. الأستاذ محمد ما شاء الله نشر في جميع المواقع الإلكترونية وكذلك الورقية، ما شاء الله ما نفتح موقع إلكتروني إلا نشوف صوركم ما شاء الله يعني موجودة، وهذه كذلك هدية كذلك لكم أن ما شاء الله صوركم موجودة في كل مكان. فهذه حقيقة هدية قيمة جدا، سيحتفظ بها كل طالب، سيأخذ هذا السيدي كل طالب يحتفظ به ويستطيع أن ينشره في أي مكان يريده، لأن يعني يضم صوره وصور إدارة المدرسة، وستكون ذكرى جميلة لك. يعني لما تروح في المتوسط ولا في الثانوي تجي تتصفح هذا يعني السيدي، ستجد يعني صور يعني ممتازة، وكذلك ممكن تعمل لك أنت سيدي خاص، يعني مونتاج خاص، لأنه ستجد مقاطع فيديو كثيرة لك، ستجد صور كثيرة لك، ممكن تحطها أنت في ملف خاص سواء الكتروني او يعني عن طريق الوسائل. فنشكر الاستاذ محمد ونشكر كذلك اداره المدرسه ومثلا في استاذنا الفاضل الاستاذ محمد العمير، الاستاذ كمال كذلك جزاه الله خير، الذين بذلوا كذلك يعني جهد كبير جدا جدا لاخراج الحفل والختام الجميل لهذا العام. نحييهم كذلك تحيه. حقيقة للأستاذ منصور السند جزاه الله خير، يعني أنتم ما شاء الله يعني من الطلاب المميزين حقيقة، سواء علما وأدبا وخلقا، يعني وقفتكم مع الأستاذ جزاكم الله خير، ويعني احتفاءكم به كان له أثر نفسي كبير جدا 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 على معلمكم، فقال أنا لا يمكن أني يعني أنهي هذا العام إلا بتكريم هؤلاء الطلاب. بل جزاه الله خير طلب أن يكون تكريمكم في حفل التخرج، وجاهزة حتى ما شاء الله شهاداته وجاهزة للحفل الختامي، ولكن احنا ذكرنا أن يعني يجب أن تكون حفلة خاصة بكم يعني وتليق كذلك بكم، ويكون بينكم وبين حديث، فأردنا حقيقة أن تكون في هذا اليوم. فجزاها الله خير، بادرة ممتازة منكم كنت تحتفون بهذا المعلم الفاضل، وبادرة ممتازة كذلك من أن يحتفي بكم، فجزاها الله خير ونعطي تحية كذلك.